النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. صباح الخير متابعي طقس العرب. تتأثر المملكة حاليا بمنخفض جوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثالثة وقابل للتطور حسب التحديثات القادمة. وهطلت زخات غزيرة من الأمطار خاصة على المنطقة الشمالية والوسطى، عملت على تشكل السيول وارتفاع منسوب المياه في الشوارع خاصة في العاصمة الأردنية عمان. كما شاهد الجميع، ارتفع منسوب المياه خلال ساعات الليلة الماضية مع هطول زخات الأمطار الغزيرة. نبقى هنا في العاصمة عمان وننتقل إلى بث مباشر من شوارع العاصمة عمان مع مندوب طقس العرب عامر القحف. صباح الخير عامر القحف من شوارع العاصمة عمان. صباح الخير وائل، وصباح الخير لكافة إخواننا المتابعين. نعم، هنا أجواء في منطقة خلدة ضبابية بشكل كامل، يرجى الحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات. أجواء ضبابية تسيطر منذ مساء أمس مع أمطار كانت غزيرة منذ عصر أمس ومستمرة لغاية اللحظة في عدة مناطق في عمان. كما أسلفت لك زميل وائل، الأجواء الآن ضبابية في معظم مناطق غرب العاصمة عمان حسب ما الجولة اللي سويناها. الآن في منطقة خلدة لا يوجد صراحة أمطار، لكن في مناطق أخرى كنا في جولة قبل قليل كان في أمطار، تساقطات أمطارية. الآن في المنطقة اللي احنا فيها في خلدة توقف تام للأمطار، لكن الضباب موجود ونوعا ما يعيق مدى الرؤية الأفقية. إن شاء الله نرجو السلامة للجميع. عودة إليك زميل وائل، مع كل الاحترام والتقدير. شكرا لك عامر، ونتمنى السلامة للجميع، ونتمنى من الجميع أيضا أخذ الحيطة والحذر في مثل هذه الظروف الجوية والقيادة بحذر أيضا في مثل هذه الأجواء الضبابية. كما ذكرنا، هطلت زخات الأمطار الغزيرة في مختلف مناطق المملكة. نستعرض وإياكم ما سجلته بعض محطاتنا حتى ساعات صباح اليوم الخميس، حيث سجلت حي أم السماق في العاصمة عمان حوالي 74 ملم، غمدان جنوب العاصمة عمان حوالي 59 ملم، مرج الحمام 72 ملم، تلاع العلي 70 ملم، مأدبة 37 ملم، جبل طارق في الزرقاء حوالي 15 ملم. ننتقل وإياكم إلى تفاصيل المنخفض الجوي، نبدأها بصور الأقمار الاصطناعية المسجلة خلال ساعات صباح اليوم الخميس. يلاحظ تمركز المنخفض الجوي حاليا قبالة السواحل اللبنانية، يدفع بالمزيد من الغيوم الماطرة خلال الساعات القادمة. أيضا يدفع بالمزيد من الهواء البارد في الخلف أيضا قادم من البحر الأبيض المتوسط باتجاه المملكة خلال الساعات القادمة. ننتقل وإياكم إلى الخرائط الجوية أو خرائط الأمطار المستلمة لدى طقس العرب. يلاحظ استمرار الفعالية الجوية خلال ساعات نهار اليوم الخميس مع تركزها على المنطقة الوسطى، وتشمل أيضا المنطقة الشمالية والجنوبية، وتكون عبارة عن زخات ثلجية فوق القمم الجبلية العالية من جبال الشراء. تستمر الفعالية الجوية كما ذكرنا خلال الساعات القادمة، لكن خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة يزداد الهواء التدفق المزيد من الهواء البارد، وبالتالي ينخفض مستوى تساقط الثلوج، حيث تكون الثلوج متراكمة على قمم الجبلية العالية من جبال الشراه، وأيضا تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض الزخات الثلجية فوق القمم الجبلية العالية من المنطقة الوسطى والشمالية بإذن الله. تستمر الفعالية الجوية خلال ساعات صباح يوم الجمعة، لكن خلال ساعة ظهر الجمعة تنتقل الفعالية الجوية نحو المنطقة الشرقية بإذن الله، حيث تكون الفرصة أفضل هناك لهطول زخات الأمطار. بالنسبة للتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم بإذن الله، كما ذكرنا الأجواء تبقى باردة وشتوية على العاصمة عمان خلال ساعات نهار اليوم الخميس، وتهطل الأمطار الغزيرة أو زخات الأمطار أحيانا الغزيرة في مختلف المناطق الشمالية الوسطى، وأيضا لاحقا المناطق
الجنوبية بإذن الله. درجات الحرارة منخفضة حوالي 6 درجات مئوية فقط، مع فرصة لهطول بعض أزخات الأمطار المخلوطة بالثلوج على القمم الجبلية العالية من المنطقة الشمالية والوسطى بما فيها الأحياء العالية من العاصمة عمان، لكن تكون الأفضلية للثلوج المتراكمة على قمم مرتفعات الشراه بإذن الله. كان هذا كل ما لدينا لحد الساعة، نلقاكم في تفاصيل أخرى في نشراتنا اللاحقة، ودمتم بخير.